وقعت اليوم الحكومة مع تجمع النقابة على مذكرة تفاهم بغية إيجاد حل لسوء التفاهم القائم بين الطرفين، وتسمح هذه المذكرة لمواصلة العمل والحوار في آن واحد. المناسبة بحضور وزير الوظيفة العامة عبد الكريم سعيد بوش ووزير التربية الوطنية أحمد غزالي أصيل، إلى جانب رئيس اللجنة الوطنية للحوار الاجتماعي علي عباس سيجي وأعضاء النقابات المختلفة. تقرير الزميل أحمد حامد عبد المجيد. بعد تعليق الإضراب من قبل التجمع النقابي، طلبت الحكومة عبر وزير الوظيفة العامة والعمل والحوار الاجتماعي من اللجنة الوطنية للحوار الاجتماعي فتح مفاوضات مع التجمع النقابي، وعليه جاءت هذه المناسبة المتمثلة في التوقيع على بروتوكول اتفاق بين الحكومة والتجمع النقابي. رئيس اللجنة الوطنية للحوار الاجتماعي علي عباس سيتشي قال إن هذا الاتفاق جاء نتيجة للحوار المفتوح بين جميع الأطراف، كما جدد على أهمية النقاش والحوار في حل جميع الإشكاليات والأزمات المختلفة. كما قال إن المحادثات التي جرت مع الطرفين تم التوصل خلالها على 5 نقاط تتضمنها مذكرة التفاهم. أولاً، تعهد الطرفان على مواصلة المفاوضات من خلال تعزيز الحوار والثقة المتبادلة من أجل دراسة النقطتين المتعلقتين بالمرسوم رقم 687 والمرسوم رقم 032. ثانياً، تعهدت الحكومة ببذل كل ما بوسعها من أجل ضمان دفع الرواتب الشهرية في وقتها، وكذا المعاشات التقاعدية وعلاوات المعلمين والباحثين في التعليم العالي، ومعالجة علاوات الامتحانات والمسابقات لمعلمي التعليم الأساسي والثانوي. ثالثاً، تتعهد الحكومة في أسرع وقت ممكن إنشاء لجنة فنية تحت كنف اللجنة الوطنية للحوار الاجتماعي وبرعاية من قبل رئيس الوزراء. رابعاً، يتعهد التجمع النقابي بتمديد تعليق الإضراب. خامساً وأخيراً، ستظل اللجنة الوطنية للحوار الاجتماعي تحت تصرف الطرفين من أجل متابعة تنفيذ الالتزامات المتخذة في إطار هذه المفاوضات. وعلى هذا الأساس تم التوقيع على مذكرة التفاهم بين الحكومة والتجمع النقابي. وبعد مراسم التوقيع على مذكرة التفاهم، جدد وزير الوظيفة العامة المكلف بالحوار الاجتماعي عبد الكريم سعيد بوش جدد التزام الحكومة بتطبيق هذه المذكرة. أول شيء داير نشكر الرئيس CNDS الحوار الوطني اجتماعي ديالوج سوسيال، هو وإكيب حقا بذلوا جهد كبير علشان خلوا لنا أدونا الفرصة لعشان اليوم نجو في المرحلة ده. وداير ثانيا نشكر النقابات المعروفة بالبلاتفورم بنيتا الصمحة وبمسؤولية وكل الشجاعة القمة فوقا لعلشان يقلل الأمور يجي لحد نوصله في الإمداء عن الاتفاقية. وأيضا نشكر زملائي الأعضاء من الحكومة، هم كل بذلوا جهد كبير، يعني جابوا فكر كبير ومساهمة لعلشان خلانا اليوم جينا في هذه المرحلة. وده كمان الشكر الكبير يجي لفخامة رئيس الجمهورية رئيس الدولة إدريس ديبي إبنو، دائما في كلامه يعني برشدنا للحوار وللديالوج، يعني بدي وصايات وبدي انستركشن أوامر علشان الديالوج لازم يكون في وسط عن النقاشات. وهو اليوم في بنتي الريزون، لأن أول كان ما قاعدين نسوى الحوار، ما قاعدين ديالوجي ما نجل للمرحلة ده. وده يعني تعرفوه كالحوار عنده يعني مسؤولية أهمية كبيرة في الاجتماع. وده اليوم الله وفق وبيني عن السمح عن الجانبين وبيني جهد الكبير البزلاء الكادر ناشونال ديالوج سوسيال جينا ومدانا في الاتفاقية. وده ما بقول خلاص يعني نهاية عن الأمر، لا، العمل جاي مستمر ويستمر ده إلا بالمفاوضات وبالنيغوسياشن، وإن شاء الله الوضع المشي بتاع ماشين فوقه الحلل إن شاء الله. الحلل ده من مكان آخر كما بجينا، إلا أنينا بس نرجو الحل للمشاكل اللي بجي في مجتمع الجنة.
من جانبه رئيس التجمع النقابي قدم شكره لكل من شارك في هذه المفاوضات مؤكدا احترام التجمع لهذه المذكرة. نعلم تماما أن هذه هي المرحلة الأولى، هناك مراحل أخرى ما زالت، ونتمنى مواصلة المفاوضات، وأن هذه المفاوضات نتمنى أن تكون فنية أكثر من كونها سياسية حتى نجد حلولا فنية ترضي الطرفين.